عايز اقول لكم يعني بدايه كلام جمال المنظر في كده. ربنا يبارك كل اللي حضر وبشكر كل الحضور. المنظر مفرح ومرعب، مفرح لوجودكم مرعب بالقامات الموجوده. مرحب بكم جميعا، كل اسمي وصفتي عشان ما انساش حد. مجيكم لصالون عافيه على الدهر من فوق. بمناسبة هذا الجمع الجميل والمنظر اللي مرعب عند الأستاذ عوض، بيض قلبك وامشي بطله، اقفل عمر تاني فاضله، غمض عينك واحلم حبة، تلقى الدنيا ربيع ومحبة، بس دماغك بتكبرها وتخليها أكبر وأكبر بالألوان السود أو أحمر والأبيض لون مش موجود، والأخضر معمول لهدوء، مش بيعدي على التفكير، خالف مرة وصول القاعدة. اوعى تفكر بس تخيل كل جميل، ومع الجميل الأستاذ الجميل اللي أسعدنا بإصداراته الجميلة أستاذ كمال كرباش. هتقدر عليا مش هتقدر عليك. لا ما عشان كده بتقول سعداء بتواجدنا في هذه المنصة في بيتنا والبيت بيتكم. كنت بتخيل ايه شكلها؟ ولا انت كنت ايه متخيله؟ كنت فاكر انها وانها، والحقيقه لما بانت بقت مشكله. ناس كانت عايزه حياتها تكون مجرد فرحه وسعاده وهنا، ما كانتش عارفه ان في برضه شقه، وان الضحكه عشان تطلع من قلبها مش الابتسامه بس اللي هتعبر عنها. يعني الاول تسمع اللي يفرحها ويسرها، اللي يخليها تعبر عن اللي جوه منها، بس فين وامتى وازاي؟ دي حاجه غصب عنها. ايوه هي مؤمنه وبترضى بقضاء ربها، وغصب عنها بتخفي ألمها وحزنها. نفسها ما تكونش شايلة أي هم أو حد يحملها عتاب أو لوم. كفاية اللي هي فيه. وبتسألوني ليه النظرة دي وفين الأمل؟ الأمل بدون عمل ملوش قيمة. الأمل وناس حط ايدها على خدها ومستسلمة. الامل وناس اصبحت يأسة ومكبوتة ومتحطمة. الامل مات هو والرجا، حالة من حالات اليأس مش لازم حد يوصل لها، لازم ان يصر، لازم ان يكون عنده ثقة في قدرة ربنا اللي امره فوق أي حاجة متخيلة. ارجعوا لقصص الأنبياء كلها، هتلاقوا إنهم اتعرضوا للاختبار والابتلاء، صبر، والنتيجة كانت فعلا مذهلة، حاجة فائت كل الاحتمالات المتوقعة، لأن إيمانهم كان قوي بربنا، كانوا على صلة، كانوا في وسط اللي هم فيه بيدعوا ورميين حملهم عليه، وعارفين ان النجاه
باللجوء إليه. عارفين قيمة السجدة إيه؟ كم واحد ممكن نسأله؟ السجدة دليل على إننا بنشكره على كل النعم اللي إحنا فيها، حتى لو كانت مع كل واحد متغيرة، نعمة الصحة ولا نعمة المال ولا نعمة راحة البال. كل النعم مش لازم تكون كلها، كل نعمة في حد ذاتها ما نقدرش نوفيها حقها. إحنا اللي مع الأسف في أوقات بنغفل عنها، بس بنحاول ويمكن ينفذ. شكرا لشاعر جمال كرباش، وشكرا لمن صباعه في العلامه بتاعت الانتخاب، وده الايجابيه. قول رايك، قول زي ما تقول، بس لازم تقول اي حاجه تانيه مش دورك. انت دورك تقول ايه اللي هتقول بتاعتك. كل اصوت بقى، في ناس صوتت على الفيس. امال